السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نخصصها للحديث عن الوضع في منطقة الساحل، ذلك على بعد أقل من أسبوعين على القمة التي ستحتضنها العاصمة التشادية أنجامينا، ويشارك فيها عدد من شركاء مجموعة الخمس في الساحل الأوروبيين. هذه المنطقة التي تشهد أزمات متعددة الأبعاد، حيث تسيطر التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على تفاصيل المشهد، في مالي تتجدد المظاهرات المطالبة بخروج القوات الأجنبية من البلاد من حين لآخر على وقع الهجمات المسلحة في الشمال وعلى طول الشريط الحدودي الثلاثي الرابط بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هجمات كانت قاسما مشتركا بين أغلب دول المجموعة في الأيام والأسابيع الأخيرة. كل ذلك يسبق قمة مرتقبة بعد أقل من أسبوعين بالعاصمة التشادية نجامينا لمجموعة الخمس في الساحل وشركائها الأوروبيين. إذن الوضع في منطقة الساحل بين يدي قمة نجامينا نناقشه في هذه الحلقة من برنامج المشهد مع الخبير في العلوم الاستراتيجية والأمنية البخاري محمد مؤمل، فأهلا بكم جميعا مشاهدي الكرام، وأهلا بك ضيفي الكريم، أشكرك على قبول الدعوة. على بعد أقل من أسبوعين على قمة نجامينا، ما تقويمك للصورة الكلية للوضع الأمني في منطقة الساحل؟ شكرا، أهلا وسهلا بكم أنتم أيضا. نظاهر عن يعني الوضع الأمني في منطقة الساحل لا مازال مقلق، ومضاف للعنصر العالمي اللي أدى اضطرابات في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو جائحة كورونا أثرت هي الأخرى أيضا سلبا على الوضع. منو اللي ذكرته غرك فيه عن الأمن في منطقة الساحل، بؤرة عدم الأمن هي مالي وليبيا، ومالي ما زالت هاي البؤرة فيها، وموجودة بفضل الوجود العسكري الخارجي، وجود القوات الفرنسية برخان وقبلها كانت سرفال، ووجود القوات الأممية المنسمة، ووجود أيضا دعم عسكري من الاتحاد الأوروبي. إلا أن كيف قلت في الشارع المالي فم أصوات تطالب بخروج القوات العسكرية، ولكن الخطير في ذلك والذي يؤثر حقا على الفاعلين الغربيين هو الرأي العام الوطني، والرأي العام الوطني في فرنسا آخر استطلاع حول الموضوع الناس اللي يؤيدون التواجد العسكري في مالي 51%، لاحظ عنهم كانوا 73% 2013. إذن هذا الوجود العسكري في فرنسا في بدايات الوجود الفرنسي، في بدايات الوجود 2013 وانا تقول سرفال في مالي كان يدعمها 73% من المواطنين. اليوم استفتاء الرأي في الايام القليله الماضيه تدعمها 51%، اذا معناها انه تقاعس جدا جدا دعم موافقه الفرنسيين على ارسال جنودهم الى الخارج، ولسبب بسيط لانه مكلف، ولو ان الكلفه البشريه ما هي كبيره حتى مقارنه باللي نزقل من القوات الماليه واللي نزقل من المواطنين في الساحل. فرنسا زقلت تقريبا 50، سقطت هنا 50 من جنودها، يغر ايضا الكلفه الماليه كبيره جدا 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 جدا. اذا هذا ادى عن فرنسا صارت تفكر بانها تنقص قوتها بعدما زادتها في السنه الماضيه بحوالي 500 جندي على قمه بو، والجنود اللي زادت بهم جنود عندهم قيمه مضاهه قويه جدا، لانهم القوات الخاصه مهمين جدا، وذيك القوات الخاصه الاحتمال الاقوى على انها لا تسحبها. الذريعه اللي تقول فرنسا الرئيس الفرنسي والمسؤولين العسكريين الفرنسيين عن هذا السبب انهم حققوا الاهداف التي كانوا يريدونها، كانت مرسومه انهم اضعفوا الجهاديين، وان ايضا حصلوا على دعم من الحلفاء الاوروبيين، ذيك القوه الخاصه اللي يقولوا لها تاكوبا اللي من يرضها تحضر، ولا فات حضرت كامل، اللي عم فات حضر منها 200 الى 300 في ثلاث دول فقط، استونيا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا. اذا الاوضاع ما زالت ما هي مستقره، والمستقبل يحيي بتساؤلات كثيره، خاصه في افق خفض
القوات الفرنسية اللي ما فات نعرف كم ولا كيف. طيب هذا الوضع يبدو قاسما مشتركا بين أغلب دول منطقة الساحل، باعتقادك هل يعود ذلك من بين مجموعة من الأسباب ربما إلى اهتمام حكومات هذه الدول بجوانب أخرى ربما ليست أمنية في المقام الأول؟ نتحدث هنا عن النقطة التي افتتحت بها الكلام، جائحة كورونا مرتبطة بها من أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية، وبالتالي أثر ذلك على الاهتمام الرسمي في هذه المنطقة بالمجال الأمني. الغريب بأن جائحة كورونا رقم تداعياتها ما زالت إلى حد الآن تداعياتها على المستوى الأمني دون ما كنا نخاف منه. العمليات العسكرية في مالي والجريمة المنظمة ما ذكرت فيها زيادة كبيرة ملفتة للانتباه مرتبطة بجائحة كورونا، رغم أن جائحة كورونا من تداعياتها العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الأمن كثير منها انشغل في محاربة الجائحة، حظر التشبل، رقابة الحدود إلى آخره، وهي فعلا له يعود عندها أثر، يعني أثرها ما هو الأثر المباشر، أثرها بين قوات هاي دول الساحل أكثريتها ما عندها استقلال في مجال الدفاع، دفاعها وأمنها يقوم بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي، وخاصة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة هاي تقوم على تمويل خارجي. ومن التداعيات أهم تداعيات كورونا هو التداعيات المالية والاقتصادية التي تحول دون وجودك تمويل. بالإضافة إلى ذلك مجموعة الساحل الخمسة بنيت على ركيزتين، ركيزة أمنية اللي التعبير الواضح هو القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة، والركيزة الاقتصادية تقوم على إقامة مشاريع كثير من المشاريع داخل مناطق الحدود. وفي آخر قمتهم اللي عقدها في المقشوط كان يتوقع لأنها جبرت وعود $2 مليار من أجل تمويل لك المشاريع. هاي $2 مليار مع الأسف جادونها جائحة كورونا، بإلا أن الاقتصاد العالمي في جميع البلدان والمصادر المالية تتراجع بها الجائحة. إذن هذا تأثير آخر سلبي غير مباشر على الأوضاع الأمنية داخل منطقة الساحل. لكن على الرغم من يعني ما صرحتم به الآن وما يقوله كثيرون من المراقبين للوضع الأمني في منطقة الساحل على أنه التأثير الأمني أو تأثير جائحة كورونا على الأبعاد الأمنية في منطقة الساحل لم يكن بذاك المستوى الذي كان البعض يتوقع أن يكون عليه، خصوصا على الشريط الثلاثي الحدودي، إلا أن ذلك لم يمنع أيضا من أن الكثير من هذه الدول خصوصا في الأسابيع والأيام الماضية شهدت تزايدا أو ارتفاعا في عدد الهجمات، سواء كانت مستهدفة للقوات الأجنبية في الشمال المالي على سبيل المثال، أو كانت تستهدف القوات الوطنية في هذه الدول، أو تستهدف في أبعاد أخرى المواطنين. أنا ما عندي أرقام دقيقة نقدر نقارن بين عدد الهجمات اليوم وعددها في السنة الماضية على سبيل المثال، ما عندي فيها أرقام دقيقة اللي ما نعرف كانها موجودة ولا بدأ. يغير بعد اللي يلاحظ بعنا أن الهجمات ما زالت متواصلة، من درى يكان وتيرتها ارتفعت والله يكان انخفضت والله يكان بقيت على نفس المستوى مقارنة بالسنة 2020 و2019. أنا شخصيا وهذا الانطباع ما عنده حقائق دقيقة علمية ورقمية يعتمد عليه، انطباع يعني ما لاحظت زيادة في وتيرة الهجمات، خاصة منطقة الحدود الثلاثية لقاء ربما تعود الهجمات ضعفت فيها به اللي ركزوا عليها المتدخلون العسكريون الخارجيون فرنسا والأمم المتحدة، وركزت عليها أيضا القوة الساحل خمسة. وكنت أخاف وما زلت أخاف بأن تركيز على منطقة الحدود الثلاثية وهي اللي ينقال القطاع المركزي، هو تعرف قسمه حسب عقيدة استخدام القوة العسكرية المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة، قسمت عقيدتهم قسموا ميدان العمليات إلى ثلاث قطاعات، قطاع مركزي منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقطاع غربي الحدود بين موريتاني ومالي، وقطاع شرقي الحدود بين النيجر وتشاد، والتركيز على القطاع المركزي وينخاف الآن في تركيزهم عليه، الآن يقولوا أن الطبيعة تخاف الفراغ، كذلك الجهاديون أيضا
يبحثون عن الفراغ، عكس الطبيعة يبحثون عن الفراغ، حيثما في ضعف للقوات والله عدم تركيز يقدوا ينسحبوا شورو. وأنا أخاف الآنهم أيضا تظهر عمليات في القطاعات الأخرى اللي ما كانت مركز، ما كانت بؤر للتهديد الإرهابي. إذن الوضع لا مازال مقلق، وتداعيات كورونا لحد الآن ما فات نعرفت بشكل دقيق، وخاصة الآن كل يوم قاعد المعطيات العلمية فيها متغيرة يوم بعد يوم. ومن المخاوف فيها أيضا، وهذه مخاوف كورونا الأخرى، هو اللقاحات اللي تستخدم نظرة زادية ما لا تعود رهان، لو قدوا لها زادهم الجهاديين تعود عندهم، عودوا يبيعوها وعودوا يستخدموها وعود إلى آخره. والله إياك ما يجي واحدة أخرى مزورة، لقاحات مزورة، وتعود ممتهني الجريمة عبر الحدود ومنتشرين في الساحل، هؤلاء اللي يبيعوا يترفقوا البضائع، يبيعوا البضائع اللي ما هي سليمة ويبيعوا درق، إياك زادهم ما يعقبوها، يجيبوا لقاحات مزورة وعود وزعوها بين الناس ويسوقوها. طيب، على بعد أقل من أسبوعين على القمة التي ستحتضن أنجامينا والتي يشارك فيها عدد من شركاء مجموعة الخمس بالساحل الأوروبيين، باعتقادك ما هي الملفات الأبرز أو الملفات الرئيسية المطروحة الآن أو التي يفترض أن يركز عليها قادة هذه المجموعة أو التي هم بحاجة إليها في هذه المرحلة، سواء كانت في أبعادها الأمنية البحتة أو في أبعادها الأخرى أو الأهداف الأخرى اقتصادية كانت أو اجتماعية؟ أنا ظاهر لي أن الأوروبيين واضحين في اللي دوروا لحد ما دائما شغلهم الشغل الأول هو الهجرة، محاربة الهجرة غير الشرعية، والهجرة غير الشرعية تجيهم من هاي المناطق، وهي يركزوا طبعا على محاربة الهجرة. طبعا فهم الإرهاب، ما يسمى بالإرهاب أو الجماعات الجهادية، يختاروا هي الأخرى ما تلحق درجة من النمو تعود تهدد مصالحهم في المنطقة وتهدد مصالحهم داخل بلادهم. ولست متأكدا بأنهم حقيقة يدور يقضوا للإرهاب نهائيا، لدي شكوك في القضية. هذا هو عنصري، أعيد وأقول، أولا الهجرة، ثانيا السيطرة على الإرهابيين في حدود معين، ثالثا وهذه أيضا من دوافع الأوروبيين ومحاربة الإرهاب في الساحل، في القرن الماضي شهدنا ما يسمى بالديلوكاليزاسيون، ما نعرف اسمه بالعربية، هو تحويل البضائع والإنتاج إلى مناطق فيها اليد الرخيصة، يمشوا الشرايك من فرنسا ويمشوا من أمريكا ويقصوا الصين ويقصوا ماليزيا ويعودوا ينتجوهم. حتى أنا خايف منهم اللي يعودوا يحاولوا تحويل محاربة الإرهاب إلى أبعد ما يمكن، لأن محاربة الإرهاب عندها مخلفات. محاربة الإرهاب مثل محاربة الجراد، كل بلد يختار يحاربه خارج حدوده، لأن فيه المخلفات المادة والمواد الكيميائية التي تستخدم لإبادة الجراد عند آثار بيئية صحية وخطيرة. كذلك محاربة الإرهاب عندها مخلفات على البلد التي يقع فيه. وقال وزير الدفاع الفرنسي سابقا اللي هو حالا وزير الخارجية، قال على مواجهة إذاعة فرنسا الدولية، قال من السهل بالنسبة لنا أن نحارب الجهاديين في الصحراء مالي من أن نحاربهم في الأحياء الحساسة في باريس، نظرا ما قد يتولد عن ذلك من مضاعفات سلبية. إذن أنا أخاف، بل أعتقد بذلك إلى درجة كبيرة، بأن الغرب بشكل عام يحاول أن يحارب الإرهاب أبعد ما يكون من بلاده. ولكن هذا في مسألتين تحول دونه، واحدة الدول التي يتعامل معها واعية للقضية هي أيضا بدورها، ولكن اللي يحاول أن ينتر بدو إلى مطره. المسألة الثانية، وتأكدت مؤخرا الأزمة اللي خلقت في الكابيتول الأمريكي، الإرهاب مات لله إرهاب إسلامي، الإرهاب عاد إرهاب أبيض، عاد المتفوقين البيض عادوا حاملين الأسلحة وعادوا يطوروا فكر إرهابي متطرف جدا، وهذا طبعا طيب في الغرب وفي أوروبا. هذا بالنسبة للأهداف الرئيسية باعتقادك لشركاء مجموعة الخمس في الساحل الأوروبيين من قمة أنجامينا، لكن عندما نتحدث عن أهداف قادة هذه المجموعة من هذه القمة أو ملفاتهم الرئيسية التي يودون نقاشها في هذه القمة، باعتقادك ما الملفات المتصدرة للأهداف؟ أنا أرجع أقول لا، عكس هذا عكس الأخرين ولو عنه متكامل. وهذا عن ملفات الأولية اليوم، الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وهذا أنا شخصيا أتوقع بإعلانه لا ينطرح في هذه القمة،
ولو لما أنت رسميا مجدل أعماله، لأن في إشكالية اليوم كبيرة جدا، وحذرت منها منظمة الصحة العالمية بأن اللقاح توزيعه متفاوت جدا بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وحتى داخل الدول الغنية رانا شفنا الصراعات اللي خلقت بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمختبرات بما في المتابعة لبريطانيا. إذن أنا أتوقع من الآن رؤساء دول مجموعة الساعة 5 لا يطرحوا ضرورة أن يحصلوا على اللقاح بكمية الكافية وفي أقل الآجاء، هاي واحدة. الثانية لا يطرحوا طبعا زادوا مواصلة محاربة الإرهاب كما كان، ومواصلة المشاريع التنموية التي أقروا ويبحثون عن التمويل لها، ويحاولون بأن يكون الأثر السلبي للجائحة على مصادر التمويل أقل 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 ما يمكن. إذن مشاهدينا الكرام يبقوا معنا بعد فاصل قصير نواصل النقاش في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للوضع في منطقة الساحل على بعد أقل من أسبوعين على قمة جامنة التي تجمع قادة المجموعة ببعض شركائهم الأوروبيين. لا تذهبوا بعيدا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات، عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن الوضع في منطقة الساحل، وذلك على بعد أقل من أسبوعين من القمة التي ستحتضنها العاصمة التشادية نجامينا، ويشارك فيها عدد من شركاء المجموعة الأوروبيين. نناقش الموضوع مع ضيف البخاري محمد مؤمل الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فأهلا بكم جميعا مرة أخرى وأحييك ضيفي الكريم مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأهداف الرئيسية لقادة مجموعة الخمس في الساحل من هذه القمة، عن الملفات اللي كنا نتحدث عن الملفات التي الملفات الرئيسية نتوقع طرحها. ذكرت منها فعلا بعض الملفات. في ملف آخر وكثر الحديث عنه أيضا هو المطالبة بإلغاء الديون الخارجية لعلى هذه الدول. وأذكر فقط بالنسبة للمشاهدين بأن الرئاسة الحالية لمجموعة الساحل الخمسة عنها موريتانيا التي تترأسها. إذن كثير من الملفات التي تناقش لا يعود بتحضيرها بين الرئاسة المالية الحالية ودولة الشاد التي تترأس مستقبلا. إذن أوجز وأقول بأن من الملفات، أنا أتوقع شخصيا أن الملفات التي تطرح على رأسها قضية اللقاح ضد كوفيد 19، ويتبعها التداعيات الأمنية والاقتصادية لكوفيد 19، وخاصة في مجال التمويل الأمني والتمويل الاقتصادي، وكذلك الحث والمطالبة بإلغاء الديون. أضيف لها أيضا ملف السد الأخضر اللي خلق عليه اجتماع نهاره هذا في باريس واللي مازال خاص التمويل. أتوقع أيضا بلا أن تنطرح قضية التمويل وذلك الوعود اللي أعلنت الاجتماع الأخير حول البيئة في باريس على أنها أيضا يعاد طرحها ومحاولة إعطاء هدف، وخاصة موريتانيا هي التي أيضا تترأس إدارة السد الأخضر.
طيب الحديث عن إشكالية أو جدولة الديون والبحث عن التمويل يقود إلى الحديث عن إشكال آخر طالما طرحه قادة هذه المجموعة وهو تمويل مجموعة الخمس في الساحل. إلى أي حد يمكن أن يؤثر تراكم هذه الملفات عندما نتحدث عن ملف تمويل المشاريع سواء كانت اقتصادية أو في أبعادها الأمنية، إلى أي حد يمكن أن يؤثر تراكمها عليها هي فيما بينها عندما نتحدث مثلا عن تمويل مجموعة الخمس في الساحل أو قوة مجموعة الخمس في الساحل الذي لطالما طالبت به المجموعة وطرحته في قمامها التي عقدتها بشكل متتالي آخرها ما احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط. تراكم هذه الملفات والبحث لها عن تمويل ألا يمكن أن يؤثر بعضها على بعض؟ طبعا هي يمكن ان يؤثر ويمكن ايضا ان تكون متكامله. مثلا قد حد يشوف فيه قاعده التنافر او قاعده التكامل، وانا شخصيا اود ان اراها تحت زاويه التكامل. هاي البلدان مجموعه الساحل الخمسه هاي يشتركها قدر من تشترك في قدر المعطيات، يمكن ان نوجزها في كونها تقع ضمن الثلاثين او الاربعين دوله الاكثر تخلفا فيما يعني الناتج الخام الوطني، فيما يعني مستوى العمر، وفيما يعني معدل النمو البشري، وأربعة منها أيضا ضمن العشرين دولة أو الثلاثين دولة الأكثر تأثرا بالإرهاب. موريتانيا لا تشترك معهم فيها، بل موريتانيا ضمن الثلاثين أو الأربعين الأقل تضررا بالإرهاب، وذيك تضررا بالإرهاب زادية لا حد يقيدها، ذاك حسب معايير معهد دراسة معهد الاقتصاد والسلام اللي ينشر سنويا تقرير سنويا قال له جتي جلوبال تيرورزم اندكس المؤشر العام للارهاب، وموريتانيا يصنف فيه بان الارهاب فيها نون امباكت يعني بلا اثر فيها، بينما هذه الدول الاخرى الاربعه الاخرى اللي اعضاء في المجموعه تقع في الثلاثين الاكثر تضررا بالارهاب. اذا هذه المعطيات لكن استاذ لكن هذه القواسم المشتركه ربما هي عامل سلبي اكثر منها عامل ايجابي يمكن ان يساعد هذه الدول على انها تغير من واقعها، ان تكون القواسم المشتركه فيما بينها هي التراجع فيما يتعلق بالنمو او التراجع في مستوى الدخل الناتج الوطني الخام، أو على أن تكون قواسمها المشتركة تتعلق بتراجع الأمن فيها. هذه أبعاد ربما تكون سلبية أكثر منها هي أبعاد إيجابية يمكن أن تساهم في تغيير واقعها. طبعا فعلا هو اللي قلت وقلت فقط بالأرقام، هي القواسم اللي تجعلها المؤخرة هي اللي فرضت عليها الآن تجابر بيناتها وتحاول الآن تتقاسم الجهد وهي اللي ايضا فرضت على الدول الاخرى الغنيه والكبيره على ان هذه الدول اللي حالتها عنها قد تشكل الاوضاع فيها خطرا على مصالحها الجيوستراتيجيه في المنطقه ومصالحها في داخلها. ولذلك لفتت الانتباه هذا القواسم والله مؤشرات التخلف هي لفتت انتباه الغير وطلبته وادات به العالم يتعاون مع هذه الدول لتخفيف اكثر ما يمكن من الأزمة حتى لا يتضرر بها الغرب. الغرب وأنا وأنت أي إنسان يعمل لا لمصالحه، يعمل لا لمصالحه، ما يعمل بالعواطف. هم لا عندهم مصالح يحاربوا الإرهاب ويدعموا هذه الدول، ونحن أيضا عندنا مصالح نتعاون معهم في هذا الميدان. طيب البحث عن التمويل ليس جديدا على مجموعة الخمس في الساحل وعلى إفريقيا بشكل عام، لكن وحصلت في السابق على 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 على, على التمويل في أبعاد أخرى تنموية، لكن هذه التمويلات غالبا لا تجد انعكاسا أو لا تنعكس بشكل مباشر على حياة سكان هذه المنطقة. باعتقادك هل هذا هو ما شكل بالنسبة لكثيرين هذه الحالة من الهوة بين الحاكم وسكان هذه المنطقة؟ إذا اعتبرنا مثلا على سبيل المثال أنه سكان مالي أو الشعب المالي الآن يطالب برحيل القوات الفرنسية والقوات الأجنبية في بلاده، بينما الحكومة لا تزال رافضة لذلك وترفض حتى تنظيم مظاهرات مطالبة بذلك. ماني عارف كان فهمت تماما سؤالك ولا بدا يا غير بعد. انا عندي تحول هاي قضايا التمويل هذا فعلا منطقة الساحل والدول النامية بشكل بصورة عامة كانت دائما تحصل على تمويلات خارجية. كيف تستخدم تلك التمويلات؟ هل تستخدم برشد ام لا؟ وهذا يطرح اشكالية الحكامة الرشيدة. هل تم تسييرها
بالطريقة التي ينبغي حتى تصبح حقيقة في صالح المواطن. هل تصل إلى من هو بحاجة إليها حقيقة؟ هذه إشكالية مطروحة، والحكام الرشيدة فعلا ناقصة في المنطقة وناقصة في دول مجموعة الساحل الخمسة، ومع ذلك لا يحاول تلك الدول ويحاول أيضا حلفائهم على أنهم يعطوه هدف نوعا ما. إلا أن في إشكالية أخرى، هو الحكام الرشيدة بالناحية المالية وناحية التسيير الإداري والاقتصادي آخره، وأيضا بالناحية السياسية، والناحية السياسية هي اللي ركز عليها الغرب لحد ما في منطقة الساحل وفي إفريقيا، وشوفوها تحت مفهوم اللي قالوا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليك منين تقلع منها انتخابات متعددة الأطراف، انتخابات متعددة الأطراف تنتج تبادل سلمي على السلطة ما يبقى شيء، بينما الديمقراطية ما هو إلا هذا. الديمقراطية منظومة قيم ويجب عنها تعود منتشرة ليس فقط في السلطة بل في الجميع، وعندها مقاييس وما يركز عليه حتى كثير كثير كثير. وأيضا من الديمقراطية أيضا حق المواطن على أن ماله يراه بصيفته، أنه ما يعود يخلق فيه فساد ويسكت عنه الغرب والله قاعد يعود ضالع فيه، لأن الشركات الغربية المستثمرة حصولها على الأسواق في الدول النامية كثيرا ما كانت وما زالت إلى درجة عالية عن طريق الرشوة، وذيك الرشوة حتى أجل قريب كانت مسموحة بها قانونيا خاصة في فرنسا. طيب باعتقادك، لم يبقى الكثير من وقت هذه الحلقة، باعتقادك ما الذي نتوقع أو تتصور أنه تخرج به قمة أنجمينا ويكون جديدا على القمم التي تنعقد غالبا وتناقش الملفات الرئيسية التي منذ سنوات وهي مطروحة لمجموعة الخمس في الساحل والمنطقة بشكل عام؟ المواه اللي عندنا يعود فيه ثورة، ما لا يعود فيه تغيير جذري ولا جوهري للي مقارنة بما تعودنا في القمم السابقة، لا يخرج فيها عنها بيان، وذاك البيان لا يعود فيه بعض من الأمور، التركيز على محاربة الإرهاب، بيانهم الماضي اللي خلقوا في بو مثلا قالوا عن العدو على أنها الدولة الإسلامية، اليوم يتبين أن العدو أيضا أنها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. أتوقع أن البيان لا يستظهر أنه ما لا يقول عن العدو إلا الدولة الإسلامية، أنه لا يقول عنهم الإرهابيين كاملين، يقد يذكر الدولة الإسلامية ويقد يذكر القاعدة. هذا عنصر. العنصر الثاني أتوقع أيضا منها عن فرنسا تعلن فيها ويقبلوها الأطراف الأخرين تقليص في عدد قوته، يعني ما ظهر الآن لا يعود كبير. أنا أتوقع لأنه وائل اللي يعود أكثر من الفريقاج لا يعود فيه ذيك 510 جندي اللي القوات الخاصة اللي جات السنة الماضية، وتقد تنزاد شوي، اللي قد ينعلن عنه أين نحن من قوة تاكوبا، القوى الخاصة اللي ترسل الدول الأوروبية. هذا من الناحية العسكرية، ولهي ويعلن أيضا عن محاولة إعطاء دفع للقوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة. أتوقع أيضا في مجال الاقتصادي والتنموي لأن يتم الإعلان عن بعض الأمور، وأتوقع شخصيا أن يعود فيها مكافحة كورونا، مكافحة انتشار الوباء عن طريق توفير اللقاح ومساعدات في الحصول عليه، وعن طريق أيضا محاربة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. إذن بذلك مشاهدينا الكرام على ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد، باسمكم جميعا نشكر ضيفي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية البخاري محمد مؤمل، كما أشكركم أنتم على طيب المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل.